النتائج النهائية لشهادة التعليم المتوسط بين الممتازة والمتوسطة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. قبل بدء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. أجمع عدد كبير من مصححي أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط على أن النتائج تراوحت بين الممتازة والمتوسطة، حيث تم تسجيل علامة 20 من 20 في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم، كما تم تسجيل علامات تتراوح بين 9 و15 في نفس المواد بنسبة كبيرة للتلاميذ. وأكد العديد من الأساتذة المصححين بأن التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 على 20 لديهم فرصة كبيرة للانتقال إلى الطور الثانوي، وهذا حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث سيتم جمع العلامة المتحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة. كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة سيتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية مع العلامة المتحصل عليها في الشهادة، ويقسم المجموع على 2، حيث إذا تحصل على المعدل 10 من 20 فسينتقل إلى السنة الأولى الثانوي. إذن ألف مبروك مسبقا. إذا أعجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، وهذا لعرض المزيد. شكرا.